لكم انا قد ايه فرحان بالدار واللي عملناه فيها، بس فرحتي بيكم اكبر عشان لولاكم عمر ما كانت الدار هتوصل للشكل ده. احنا كنا زمان مدفونين في الشر، لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين بنزرع الخير، وان شاء الله هنحصده فينا وفي ولادنا من بعدنا. شكرا يا رجاله، انا فخور ان منكم عزوتي وعيلتي. احنا اللي منك يا عزيز، وانت طول عمرك ظهر وسند لينا. احنا كلنا بنحبك يا عزيز وفرحانين بيك كل اللي عملته في الدار. انت اللي دلتنا على طريق الخير يا عزيز، وهنفضل نعمر في الدار دي لحد ما نموت. هو ده العاشم يا عبيده، احنا لازم الرجاله كلنا نبقى على قلب واحد ونبقى في ظهر بعض عشان محدش يدخل ما بيننا. خلونا نفكر في حاجه واحده بس، ان احنا نفضل ايد واحده. طول ما بنفكر في القديمه نفتكر حاجات وحشه، بلاش منها. طيب لو مسامح بقى عم عزيز، ممكن تسمح لنا بفسحه؟ فسحه يا عبيده تيجي منك انت؟ في شغل؟ بس ماشي، مسموح بالفسحه، بس بعد ما تقفلوا الشغل. ومش الكل، هتقسموا نفسكم مجموعتين، مجموعه تخرج والباقي يستنى، وبعد كده يبدلوا. اللي هيخرج الاول بقى يجيب لي زلابيه. بس كده يا عم عزيز؟ يا ده احلى زلابيه الاحلى عزيز في الدنيا. يا عزيز يا عسل انت. طب يلا يلا يلا. ازيك يا علي؟ توحشتك يا راجل. وانا كمان اتوحشتكم قوي والله يا عايشه. كيفك وكيف النرجع وفارس عامل ايه؟ كلنا بخير. مش ناوي تيجي تزورنا؟ ناوي ان شاء الله، هخلص شويه مشاغل عندي واجيب سلمى واجي على طول. طب انا عايزاك تيجي في اسرع وقت ومن غير سلمى. خير يا عايشه؟ حياه هنا يا علي. حياه؟ تعمل ايه عندك عايشه؟ لو محتاجه فلوس اديها ومشيها، وفهميها اني مش عايزه اشوف وشها تاني. اهدى بس يا علي. لا مش ههدى، وفهميها ان اللي بيني وبينها خلص هناك على الشط. لا يا علي ما انتهاش، حياة شايلة في بطنها حتة منك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عايشة؟ يعني حياة حبلة يا علي. معك يا حاجة يا عايشة طبعا، لازم اجي قريب ان شاء الله. انا ابويا كمان بقالي كتير ما زرتوش، هاجي واجرار الفتحة واشوفكم بالمرة. يلا سلام. ايه يا حبيبي في حاجة؟ لا مفيش، كنت اروح النجع صد ردك ده. ماشي، انا اصلا كنت عايز اروح من زمان. تروحي فين؟ قصدي يعني هنروح، بس انا يعني لما نروح نقعد يومين هناك هباخدك معايا، بس المره دي مش هينفع. ماشي. طب تحب احضر لك حاجه؟ لا رايح صد رد، مش هاخد معايا حاجه كمان. بسمة حبيبتي، جبت لك كل الحاجات اللي انت طلبتيها، وجبت كمان الشوكولاته الكريم، شوكولاته شاهد، عشان الاثنين ما تخانقوش مع بعض. ربنا يخليك ليهم يا حبيبي وتسعدهم طول العمر يا رب. انت ليه بتقولي كده؟ انا قلت لك 100 مره من فضلك من فضلك ما تقوليش الكلام ده تاني. انا قلت ايه؟ المفروض تقولي ربنا يخليك لينا 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 كلنا، فاهمة؟ لينا كلنا. يا طارق حبيبي يا طارق، مفيش حد بيهرب من نصيبه. بسمة أنا الكلام ده بيوجع قلبي، فاهمة يعني إيه؟ بيوجع قلبي. يا حبيبي إهدى، أنا لازم أوصيك عليهم غصب عني. أنت مش هتموت، هتعيشي، عارفة يعني إيه هتعيشي؟ هتعيشي إن شاء الله لغاية ما تتجوزي كريم وتاخد عزايا، فاهمة ولا لأ؟ بس يا بنتي عليك يا عليك، أنا آسفة يا طارق، أنا آسفة. أنا لولا إني حامل ما كنتش جيت ولا عرفته سكتي والله يا عايشة. إيه اللي بتقوليه ده؟ البيت بيتك يا حبيبتي، تيجي في أي وقت.
طب هنعمل ايه في المصيبه دي؟ وبتسميها مصيبه ليه عاد؟ وانت كنت حبلتي في الحرام، ده جوزك وربنا عايزك ده. اصبري بس، علي طيب واد حلال. ما انا ما بخافش غير من طيبته دي يا عايشه. انت ما شفتيش لما المدعوج اللي اسمه عوض ده جه عمل فيا ايه؟ ما انت كان المفروض تصبري برضك يا حياه. صعبت عليا نفسي يا عايشه لما الراجل الوحيد اللي ما حبيتش غيره يتهمني في شرفي؟ صعبه برضه يا اختي. معلش يا حبيبتي، معلش. بكره ان شاء الله يجي وتتحل، ربنا يحلها من عنده. في حاجه يا عايشه؟ في حاجه مخبيها؟ بص يا بنت الناس، انا هنورك عشان الحكايه ما بقتش مستحمله اما اطلع. ما تقولي عاد، انا قلبي اتقبض. علي اتجوز. اتجوز؟ اتجوز مين؟ اتجوز سلمى بنت عمه. يلا قومي عشان اشوف لك هدمه. يلا. معلش يا حبيبتي، ما انت برضك مشيتي وسبتيه يقوم يتجوز عليا يا عائشه. معلش معلش، الدنيا كده ما بتوقفش على بني ادمين. انت ازاي تروح النوح برجليك وتعملي اللي في دماغك من غير ما تقوليلي؟ جرى ايه يا صقر؟ ما انت حاولت تقتل سيف العزازي في السجن من غير ما ترجعلي. هو شغل كده وخلاص. انا لما عرفت انه متورط ما استحملتش على دم اخويا، وكان لازم اتحرك عشان اقتله. انما انت بقى عذرك ايه؟ والله بقى كل شيخ وله طريقه. انت نويت تقتل سيف العزازي بطريقتك، وانا نويت تقتل نوح بطريقتي. ودي اللي هي ازاي لمؤاخذه؟ هشتغل يا صقر، وهشتغل بجد جدا لغايه ما الاقي سكه اقتل فيها نوح بالدية. فاكره نفسك بتتكلمي عن فتوه حاره ولا شيخ منصر؟ ده نوح يا خديجه. ما هو علشان هو نوح يا صقر، الحرب وش في وش مش في صالحنا، لازم نلعب معاه. طب الزفت اللي اسمه سيف ده هنعمل معاه ايه؟ هنستناه لما يخرج من السجن ونكمل اللعب. انا مش موافق على اللعب ده خديجه. اسمع كلام يا صقر، مفيش قدامنا طريقه غير كده. وانت منين اصلا؟ تقدر تقول كده من الجبل. مفيش حد من الجبل، كل اللي في الجبل مطاريد. يعني انا لو قلت لك انا من اي حته هتصدقيني؟ جرب. طب انا من المنصوره. يعني لما تكذب اكذب كذبه تتصدق. انت مش شبه بتوع المنصوره، كلهم حلوين وملعلطين وبيضك. حلوين زيك كده؟ تلم يا جدع. طب قولي لي، انت عايزه تعرفي ايه؟ يهمك تعرف اللي فات ولا يهمك تعرف اللي احنا فيه دلوقتي؟ ان كان عليا من اللي شفته من الدنيا دي، لا عايز اعرف اللي فات ولا عايز اعرف اللي احنا فيه دلوقتي. انت عاوز مني ايه؟ ما اعرفش. كل اللي انا